ما زالت جهود السلطات الأمنية تواصل ترصد المتحايلين والخارجين عن القانون. وفي عملية أمنية محكمة تمكن جهاز البحث الجنائي من ضبط تشكيل عصبي من الجنسية السودانية يتزعمه ليبي يمتهنون تزوير الإجراءات الرسمية الليبية للجالية السودانية. تفاصيل الواقعة تعود إلى اكتشاف تدليس وتزوير متعلق بتأشيرة خروج نهائية لأحد الوافدين من الجنسية السودانية، إذ اتضح بأن إجراء لا تحمل ختم نقل شرعية، إضافة إلى أن ختم المالية والإقامة غير صحيحة وحامل لملصق إقامة مزور. وعلى الفور باشرت إدارة مكافحة التزييف والتزوير في جهاز البحث الجنائي التحقيق مع شخص المحال الذي اعترف أنها إجراءات مزورة تحصل عليها من شخص آخر من الجنسية السودانية. وبالتوسع في التحقيقات تبين أنهم تشكيل عصبي يقودهم شخص ليبي الجنسية يمتهنون تزوير الإجراءات الرسمية الليبية المتعلقة بالإقامة مقابل مبلغ مالي يتقاسمونه فيما بينهم. التحقيقات كشفت أيضا عن استخدام تشكيل العصابي لأختام ليبية رسمية تحصل عليها من شخص من مدينة الزاوية، وعليه تم ضبط جميع تلك الأختام وإعداد محضر هجرة غير شرعية للسودانيين المضبوطين وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.